السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان. اليوم كيف كتشوفوا جيت اكسيون. هاد اكسيون بالنسبه للبنات ديال ستراسبورغ راه تفتح جديد. يلا هادي شي اسبوع باش فتح ما كاملش، راه جا حدا لو كلير ديال غيسبولسيم. المهم في لي برومو ديال شاك ميركودي كيف كيديروا هادشي اللي لقيتهم حاطين، تقيشرات بحال هكا ودي طويقيات دي كاشكول بحال هذا لي غون زوينين هادو، سخان ديال البرد. دير لهم غير اورو 99 بالنسبه للطويقيات، دير لهم تما غير واقيلا اورو 99 ولا جوج اورو 99، يعني كان داكشي صراحه ثمن مناسب. وهادو دي بارفان لي تا هما داروا لهم برومو وعجبوني هاد لي بارفان دو صغيورين، ديما كيجيبوهم هكا في فيفري كيكونوا على شكل قليب زعما على داكشي ديال سان فالنتين وداكشي زعما، وزوينين فنين. كاين في لارجونتي والحمر والغوز وكاين في الذهبي، والثمن ديالهم كان بسيط جدا، كان داير اورو 19 ولا اورو 11 بحال هكا. نعم اورو 19. وكانوا هاد لي بارفان هكا لهاد الشكل، كان هاد البروم ديال كريستينا تا هو راه زوين هذا. وكانوا هاد لي جيل دوش ديال سانيكس، وهادو دوك لي بول اللي كيداروا هكا في البينوار، كانوا دايرين باكيه فيها 5.79 سنتيم. وهنا كانوا حاطين داكشي ديال الديسان ديال الدراري هكا اللي كيبغاو يرسموا داكشي، هادو دي ستيكرز هكا كيلصقوا. المهم نخليكم مع الفيديو. هنا بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على الورق ديال الامبريمونت، انا كناخذو ديما من اكسيون، كيكون الثمن ديالو ناقص وكتكون الجوده ديالو مزيانه. وهنا كاين الجديد في لي ديفوزور، جابوا هاد الشكل هذا اللي بالذهبي وبالنقري، زوينين هاد الشكيلات اللي جابوا في لي ديفوزور، وجابوا هذا اللي في هاد لا كولور هذا بحال الموف بحال
الأثمنة ديالهم هذاك الأول كان ب2.99 والتالي كان ب3.49. وهذا ديفيزور إلكتريك كيجيو معاه دوك جوج قريعات ديال الزيوت كيدير 6.49 €. وهنا في الجديد دخلوا هاد الشميعات هادو اللي جاو على شكل هاد لاكلوش بحال لاكلوش وفيهم هذيك العيبة في الجناب والتحت ديال الخشب وفيها كاس في الداخل وكاين هذيك الغطاية شميعة جات شكل ديالها راقي وزوين. ودخلوا كذلك هاد الشميعات هادو بالنسبة لي شومبر ديال الأطفال هكا ولا جاو في هاد اللوينات هادو الريحة ديالهم زوينة بزاف جاو على شكل قريعات والثمن ديالهم كان €0.79. وكذلك كاينين هاد الشميعات هادو على الاشكال وعلى الالوان اللي بغيتو الالوان اللي بغيتو كاين كذلك هاد الكوفخي هذا كاين بزاف الاشكال ديال الشمع كيف كتشوفوا في الفيديو.